احنا الفكرة بتاعت العاصمة لما اطلقها سيادة الرئيس كان في اواخر كفكرة 2015، فعليا بدأنا ننزل على الارض وننفذ في 2016، يعني احنا بنتكلم اقل من 7 سنوات النهاردة. انا عايز اقول لحضرتك دول كثيرة جدا عشان المصريين كله، طب اشمعنى وليه دلوقتي وليه التوقيت ده؟ عايز اقول لحضرتك في دول كثيرة جدا النهاردة نفذت عواصم جديدة او في سبيلها العملية التنفيذ، بتنفذ حاليا العواصم بتاعتها او في سبيلها واعلنت انها هتنفذ. يعني حد الحركة على سبيل المثال، طبعا كان سابقنا دولة زي ماليزيا عملت مدينة جديدة كعاصمة ادارية جديدة، دول اخرى الصين النهاردة بتعمل حي حكومي جديد بمنطقة جديدة بالكامل برا بكين، دول كتيرة بتعمل هذا الكلام. وانا كنت بشرف بنيابة عن سيادة الرئيس بحضر قمة البريكس يعني اللي كانت من فترة في جنوب افريقيا، التقيت مع رئيس اندونيسيا قال لي احنا حاليا اعلننا عن عاصمة جديدة غير جاكرتا وبدأنا عملية التنفيذ. الاردن النهاردة المملكة الاردنية الملك عبدالله الثاني اعلن ان هو هيعمل في سبيله العمل حي حكومي جديد ومنطقة ادارية جديدة. اهم حاجة النهاردة ان من خلال وجود الحكومة في هذا المكان التواصل المباشر مع المواطن بقى من خلال هذه النظم، وبالتالي احنا هنا ودي فكرة العاصمة الإدارية، انا بنقل في هذا الحي وهذه المقرات المستوى الاستراتيجي في عملية إدارة الدولة. هتظل منافذ تقديم الخدمات المباشرة للمواطن موجودة سواء في بعض الأماكن في القاهرة أو في كل المحافظات، لأن دي لازم هو اللي بيقدم الخدمة للمواطن. أنا مش هقول للمواطن تعالى هنا، لكن أنا النهاردة هنا البعد التخطيط الاستراتيجي والرؤية المهمة لتنمية الدولة بتبقى موجودة في هذا احنا المكان. كان هناك توجيهات من سيادتك أنه خلاص الفترة اللي جاية هيبقى في بعد عن الروتين، القضاء على الروتين، البيروقراطية والإنجاز، هو ده عنوان الشعار المقبل. الموضوع يمكن الموضوع مش موضوع، يمكن أنا عايز أقول اللفظ، إحنا مش مجرد عزلنا، إحنا مش بنعزل، إحنا كانت نقل حضارية ونقل نوعية حقيقية، إن أنا أخلق البيئة المناسبة للموظف إن هو يعرف يشتغل. وعشان كده حتى كان طبيعة اختيار الموظفين نفسهم ليها بعد معين، كنا بنغلب أكتر فئة الشباب المستقبل، لأن دول اللي هيبقوا قاعدين، ولكن مش معناه إن إحنا ما جبناش معانا كبار السن، بالعكس طبعا القيادات والخبرة موجودة، لكن دايما كان هناك غلبة لفكرة الشباب، لأن الشباب هو الأكثر مرونة وقدرة على الاستيعاب وعلى إن هو يتدربوا على البرامج الحديثة والإدارة الحديثة، وهم المستقبل، هم اللي هيفضلوا موجودين. فبالتالي كان رغبتنا إن يبقى فئة الشباب هي اللي موجودة بصورة أكبر في العدد اللي كان موجود، وتقريبا كلهم كفاءات، يعني كان هناك معايير صارمة لاختيار الباحثين والموظفين والعاملين هنا. وحتى وخليني أقول لحضرتك كان هناك تركيز شديد جدا على نوعية البرامج التدريب اللي بياخدوها، ازاي التدريب على الافكار الجديده في الاداره، على موضوع الكمبيوتر واستخدام الكمبيوتر، الربط والتعامل ما بين الوزارات وبعضها البعض مع المجلس، ان بقى طبيعه الربط الالكتروني مش النموذج الورقي.